وش اللي كان بيقول أبوي حق أمي ما خلته؟ ليكم بس عرفوا أني عاجز. لا 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 مو معقولة. زين يمكن لما كنت بالغيبوبة سووا علي فحوصات واكتشفوا هالشيء. لا 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 ما توقع. ايش علاقة الموضوع بالحادث؟ زين يمكن تكون هالحقيرة أحلامه نفذت تهديدها وقالت لهم. والله يا أحلامه إذا طلعتي قالت لهم بتشوفين مني شيء عمرك ما شفتي. بداية حياة أنا بعمي صلاح يرجع مثل قبله يوديني المدرسة لما كنت صغيرة. في واحدة معانا بالمدرسة أبوها متوفي وعمها كله يوديها المدرسة ويردها. أنا بعد أبي عمي صلاح يوديني المدرسة ويردني. أبي لما تصير المشكلة بالمدرسة عمي صلاح هو اللي يوديني وهو اللي يكون معي. خلاص يا دانا جدتك قالت لك بسافر لما يرد يصير خير. أقول يما ما رسمتي لوحات جديدة؟ مبلا قاعد ارسم. ما بتراويني يعني؟ مبلا. خلاص يما روحي غرفتك وانا الحين الحقك. ان شاء الله. الله يعينها. انحرمت من حنان الابو والحين انحرمت من حنان العم بعد. وما لعبتيني الله يهداك يا حياة. انت من صدقك تروحين حق هالناس وتحلين مشكلة ولدهم؟ تبين الصدق؟ تمنيت حالتي مثل حالته. تمنيت اتخيل داري اني اشوفه واقعد معاه واسولف معاه على الاقل اشكي لحالي. لا تقولين كذي يا حياة. اللي عرفته منك ان الولد حالته صعبه. والمسيكين يقول انا متزوج وهو لا متزوج ولا شيء. وايد كاسر خاطري. احس انه طيب مثل داري بس اللي كاسر خاطري اكثر امه. وايد متأذية وياه. والله ما حد يكسر الخاطر غيرك انت يا حياة. طول عمرك كذي كل الناس كاسرة خاطرك. احس ان افكاري متخربطة ما ادري ايش اسوي. احس ان وين ما طالع اشوف المشاكل قدامي. استغفر الله العظيم. صرت اشك بنفسي اقول يمكن انا مسوية شيء غلط بحياتي وانا ما ادري. لا يا حياة لا تخلين هالإحساس يتمكن منك. أنت إنسانة مؤمنة وإيمانك بالله قوي. واللي صار لك واللي راح يصير هذا اختبار من رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يختبر أحبابه. وأنت طول عمرك مؤمنة وذكر الله على لسانك. والنعم بالله. سيد دانا خليني أروح لها لا تزعل.
سامحيني حبيبتي، سوالف الهم نسيتني ياج. النظرة بالقصر أعطتني الاستئذان، مالي خلق أداوم نيرة، تعبانة نفسيتي. لا لا الحين ما صار شيء. منيرة واللي عافيتش عافية، لا تفتحين هالموضوع. أنا منحاشة من الدوام مو علشان أنتي تبطلينا بالتليفون. توني واصلة البيت، حتى عباتي ما قطيتها. زين أنتي سويتي؟ ليلوش أخبارها؟ اوكي زين. سمعي سمعي منيرة، اكلمك بعد شوي. باي باي. لحظه لحظه، هلا خالتي. هلا يما. هلا حبيبتي. تفضلي حياك. تفضلي تفضلي خالتي تفضلي. هلا يما، شلونك؟ الحمد لله انا تمام بخير. الوالدة هني؟ اي موجودة. اقدر اشوفها؟ حاضر الحين ناديها. تفضلي. شفت ايش حالاتها؟ يمه وقتها الحج هذا، انا بمشي، اي شيء تبين دقي علي. ماشي؟ حلو مو صح؟ يمه ايش فيك عاد؟ مو وقته. يا زين اللي يستحون. ماشي خلي امشي انا، اي شيء تبين كلميني. لا ان شاء الله يمه ان شاء الله. يلا. عاد لا تباعدها. ان شاء الله. يلا. يلا مع السلامة. حي الله من يانا. الله يحييك ويرجيك. هلا والله. هلا بمضاري. هلا حبيبتي. هلا مفهد. يا هلا حبيبة عمري. هلا حياك حياك. استريحي. هلا يا قلبي. شلونك؟ الحمد لله بخير. وبشريني فهد شلون الحين؟ الله كريم على حطة ايدك. الله يكون بعونه ان شاء الله. الله يكون بعونه. اقول مضاري، أنا جايتك وطالبتك، وما بيك تخيبيني وترديني خايبة الرجاء. لا إن شاء الله ما تردين خايبة، أمريني. أنا بصراحة بقيت أكلمك بالتليفون وأقول لك الموضوع، بس قلت لا أزورها وأقول لها أحسن. إن شاء الله. بس تشربين أول. أي شيء بارد. إن شاء الله. رين رين. فيصل بطل الباب. ايش تبين؟ بطله بعدين اقول لك شبي. يما مالي خلق بقعد بروحي شوي. الحين انا امك جايتك تقولي مالي خلق؟ يلا يا يما افتح الباب.
فيصل يما ليش تسوي بروحك كذي؟ ليش حابس روحك بالدار؟ إذا على أحلام خطولي من باكر أزوجك اللي أحسن منها. فيك يا مضاري؟ لا بس تفاجأت. هو ليش تفاجأتي؟ والله ما أدري شو أقول لك يا فهد. لا تشيلي نام. أخذي كم يوم وفكري عدل وأنا ناطرتش تردين علي. إن شاء الله. ألو، هلا يما. إن شاء الله يما، إن شاء الله. يلا كاني الحين. يلا أمي، مع السلامة. هذا سعود ولدي ناطرني برا، ولا تنسين الموضوع اللي وصيتك عليه. إن شاء الله. حياك الله. مع السلامة. الله يسلمك، حياك الله. مع السلامة حبيبتي. انت من صجي يما؟ اي يما من صجي. شنو ما في بهالدير الا احلام؟ اي يما بس. لا بس ولا شيء. لا تقول لي انك تحبها وتموت عليها وما تقدر تستغنى عنها، عقب الاصوات اللي سوتها احلام ما تنبقى، ولا ايش رايك؟ اي لا عدل. عدل كلامك يما. دام انه عدل كلامي مباشر تطلقها وتفتك منها. لا لا لا. لا يما مو بالسهوله هذه. احلام لازم تاخذ ازاحه على اللي سوته فيني. أحلام لازم تعذب مثل ما عذبتني. استغفر الله العلي العظيم. بس يا يما بس ذبحت روحك بهالزقاير. اشوف سكتي وما رديتي بشيء. شنو تبيني ارد عليك يما؟ اقول لك انك احرجتيني؟ اقول لك يما ليش حطيتيني بهالموقف؟ كلامك عدل يما. بس ما ادري سبحان الله ما ادري ايش صار فيني ربط لساني. كنت مفكرتها هي تحاكيني عن فهد، فاجاتني موضوع الخطبه وما عرفت ايش اقول. لازم تقولي لها صدق يما، ولا تحطيني بهالموقف، اذا عرفوا صدق بيقولون عني؟ افهم من كلامك انك موافقه مبدئيا؟ شوافق علي يما. لا الظروف ولا الوقت يسمح نتكلم هالموضوع. نسيتي يما ان انا الحين متزوجه؟ بس بتطلقين ولازم تطلقين، ولا عندك راي ثاني؟ يما انت تدرين ان فيصل انتهى من حياتي نهائيا، وانت تدرين ان انا مستحيل افكر ارجع له، واي احد يسالك عني قولي لهم الصدق. يما انا حتى لو تطلقت انا ما افكر اتزوج مره ثانيه. اللي شفته من فيصل مو شويه، كان المفروض تردين عليها وتقولي لها ان انا ليه متزوجه. ما له داعي هالاحراجات من البدايه. انا ان شاء الله بقول لها كل شيء، بس فرضا قلت لها كل ظروفك واصرت، ايش بيكون ردك؟ ما الموضوع منتهي بالنسبه لي. اللي شفته ما يخليني افكر بالزواج نهائيا. ما ابي اتزوج يما، خلاص. وليش يما ما تفكرين في الزواج؟ انت مو حالك حال غيرك؟ ما تبين يكون عندك عيال حالك حال غيرك؟ يما ظروفنا بشكل عام وظروفي انا بشكل خاص ما تخليني افكر بهالموضوع الحين، ولا حتى اتكلم فيه. عندك راي ثاني يما؟
صدق يما فهد انت متزوج؟ انا طبعا قلت حق الاخ بس مو مصدقني. بس انا اكيد ما راح اصدقك. صدقني متزوج يا جماعه، متزوج يما صدقيني انا متزوج، متزوج وزوجتي اسمها سهى. يما الله يهداك، انت بعد مصدقتها؟ سالفتها هذه اصلا ما تدش العقل. طبعا طبعا ما تدش العقل، انت على طول مكذبني، متى صدقتني اصلا انت؟ هي اكيد بكذبك. ما شاء الله عليها يا سعود، بنت سنعة، رد وبدل، ذربة، بنت حمايل. بصراحة يا يمه تمنيتها أن تكون من نصيبك. إن شاء الله يمه، الله كريم. بس سعود صدق يوم طلبت البنت من أمها، أمها تعومست، انقلب وياها، تدودهت، ما هي عارفة ترد علي، ما أدري شنو سالفتهم. شلون يعني تعومست يمه؟ بصراحة ما فهمت، ماني عارفة ايش اقول لك. يمه اخاف كانوا رافضين ومستحين يقولون لك. بس انا ما اعطيتها فرصة، قلت لها يسلم عمرك، فكروا بالموضوع وردوا لي خبر. بس لا، السالفة مو سالفة ان احنا طلبنا البنت، فيها انه هم خاشين شيء علينا وما يبون يقولوا لنا. ان شاء الله خير يا الغالية. بس حاجك ادعي ربك انها تكون من نصيبك ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا يمه. فهد؟ ايش فيك فهد؟ ايش فيك؟ كلمني، لا تقعد تخرعني، صاير لك؟ ها فهد يا اخوي طالعني، ايش فيك؟ صاير لك؟ تحكى قل لي. سهى. سهى؟ اي سهى؟ سعود ايش فيك؟ سهى زوجتي. شنو؟ ايش فيها زوجتك؟ مو موجوده. ذمتك؟ زين الشيء هذا يعني وايد يونس؟ اكيد اكيد راح يونسني، يعني خلاص طلعت من الأوهام اللي كانت براسك. وين أمي؟ فهد ايش فيك؟ ترى ما خلصنا كلامك. قلت لك وين أمي؟ زين يبا اهدى، ايش فيك كذي معصب؟ يعني وين بتكون أمك؟ أكيد بغرفتها.
هلا أمي، هلا فهد، هلا يما، شلونك حبيبي؟ تقبل الله يما. منا ومنك يا يما. فهد شلونك يا يما؟ شلون صحتك؟ ماشي. قاعد يما، ايش فيك واقف؟ إن شاء الله يما. ايش فيك يا فهد؟ ايش فيك منت على بعضك؟ يما ساعه زوجتي مو موجودة. وينها فيه؟ يما يعني انتي مصدقتني؟ اللي متأكدة منه يا يما انه مو بنيتك تكذب لا على امك ولا غير امك. تعال يما سعود، تعال حبيبي، ليش واقف؟ تعال. والله يما ودي اقعد بس اخاف هيد يزعل، بروحه توا هادني معصب وياي عندك. يا يما هذا اخوك ما يزعل منك يا يما، يحبك وانا بعد احبه، واتمنى انه ما يزعل مني لانه هو يدري اني ابي مصلحته، واتمنى يا يما انه يفهم اللي قاعد يصير حواليه. ادري ودك تقول ان انا عايش بالاوهام، عادي قولها ترى تعودت عليها. لا يبا خلاص، ماني قايل لا اوهام ولا غيره، بعدين انا اقول خلينا نسكر هالموضوع وايد احسن. اي والله يا يما نسكره وايد احسن. سعود قلت حق اخوك انك انت خطبت؟ ليش يما؟ هو اعطاني مجال اتكلم، ما مداني اقول لك كلمتين على طول هدني ومشى. اخوك ويمون عليك يا يما، يحبك. فهد احنا خطبنا حق سعود. على البركه. بس مني هذه ايش حقك كذي مستعيل يبا؟ انطر بعدين مردك بتعرف، بس خلي يوافقون بالاول. ليش هم موافقين؟ لا موافقين، بس بيردوا لنا خبر، وان شاء الله يا ربي افرح بعرس سعود وعرسك بيوم واحد. فهد، فهد وين رايح يا يمه؟ فهد ارتاح يا يمه، يعني ما تعرفين فهد ولدك؟ من واحد فينا يحاكي على طول يهده ويمشي، مخه مقفل. انا بعد ما اديش اللي سحبني من لساني وتكلمت، نسيت انه هو حاط بباله انه هو متزوج. والله يا يمه ماني عارف، ما ادري ايش اللي حاطه براسه هالفهد هذا، يعني قبل شوي يقول لنا زوجته ما هي موجوده، والحين يوم يبنا طار الزواج هدنا ومشى. يا إما ولدت قاعد ينني، وأنا بصراحة ماني عارف له. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا ربي تهديه وترد لصوابه يا ربي يا حبيبي. حياة الموضوع هذا إحنا ما سكرناه من زمان وانتهى. من قال؟ إيش معنى سكوتك هذا كل هالمدة؟ لأن الظروف ما كانت تسمح. والحين الظروف أحسن صارت ها ولا تغيرت؟ غازي إيش فيك؟ صدق أمرك عجيب. أنت ليش أصلاً تناقش في هالموضوع؟ أقول لك أنا صاحبة الشركة وأنا اللي بديرها، ولا تخاف مكانتك محفوظة، وترى لو واحدة غيري وسمعت الحكي اللي قلته ما تنفع الشركة ولا دقيقة واحدة. أفهم من كلامك إنك تهدديني. ما هددك، لو بهددك كنت هددك من زمان. وبعدين لا تحاتي، معاشك بيتم مثل ما هو. مسكينة، القضية ما هي قضية معاش، القضية قضية سمعة، قصرة وجه قدام الناس. ايش بيقولون عني الموظفين؟ ايش بيقولون عني عملاء الشركه؟ اي نوع مدير عام ما نفع نزلوا موظف عادي. غازي ايش فيك؟ اقول لك نائب مدير تقول لي موظف عادي؟ والله نائب مدير، مدير علاقات عامه، مدير ماليه، مدير شؤون الموظفين، كله واحد هذا كله بصوب. المدير العام غير. المدير العام صاحب قرار، يامر وينهي. أنا الحين مدير عام، آمر وأنهي، وما أتخلى عن منصبي هذا يكون بعلمك. إيش قاعد تقول؟ أنت لو شريك ما تكلم بهالطريقة. أنا أكثر، أكثر من شريك. الشركة هذه ورث من خالتي، أخذتيها وسلمتيها بيد ريلك الله يرحمه سليمان، باردة مبردة. ممكن لو سمحت ما تجيب طاري سليمان ولا طاري هالحكي لأنه صار ماسخ وبلا معنى؟ إيه
معذورة. ما حسيتي بالمرارة اللي أنا حسيت فيها بسبتك طول هالسنين؟ وفضتيني وفضلتي علي سليمان، أخذتيه وسلمتي الحلال كله فدينا. ترى مليت ولا عتشبدي من هالحكي اللي كل شوي تعيده. تدري شلون؟ حتى نائب مدير ما بحطك. تفضل اطلع برا، اطلع برا الشركة، انت مطرود. يلا خلص ضحكتك؟ تفضل اطلع برا وانت ساكت، لا كبر السالفة وافضحك قدام الناس. أنا كنت فاكرك أكثر ذكاء، كنت فاكرك تلقطينها وهي طائرة، لكن للأسف طلعتي قمة الغباء. لا تكثر حكي وتفضل اطلع برا. يعني مصممة؟ أكيد مصممة، عقب الكلام اللي سمعته شو تتوقع مني يعني؟ حاضر، أنا بطلع على برج، لكن يكون بعلمك إذا طلعت وتسكر هالباب بظهري بتشوف هالشيء ما توقعينا. تذكرين ان السي دي مال رايلج وفضيحة رايلج؟ عندي منه نسخ وايد. بيصير حديث الناس شوي وتشوفين على النت، بيصير حكي الاخبار والجرايد تحط رجل الأعمال المرحوم سليمان في مشاهد مثيرة. تعرف الناس والنت، تبعت النت، تصير فضيحة بجلاد العلم يقولون. هتشوفي انت. أطلع ولا أقعد؟ Thank you.
حياك استاذ، تفضل. مساء الخير. مساء النور. حياك سليمان، عفوا استاذ سليمان، البيت بيتك، تفضل. شكرا. مع اني انا وايد زعلانه منك، يعني ما جيتني الا لما عرفت اني انا مريضه. لا بس انت ابتهاج، مو قادره تفهمين وضعي. وانت بعد مو راضي تفهم موقفي، يعني متى تفهم اني انا احبك؟ لا لا لا، السالفه مو كذي، بس عيل شنو؟ سليمان انت ما راح ترتاح الا لما اموت بسبتك. بعيد عنك الشر ان شاء الله، بعيد عنك الشر. ابتهاج، ممكن اعرف انت ليش قاعده تبكين الحين؟ انت الحين ليش تبكين؟ زين اللي قاعد تسوي فيني؟ يعني انا مو انسانه، ما احس، ما عندي احساس، تشيلي ايدي كذي كذي جرثومه قدامك. لا محشومه، السالفه مو كذي. عيل شو السالفه؟ ليش تسوي معي كذي؟ السالفه عن اني انا تطمنت عليك و لازم امشي، لازم امشي. سليمان ليش تسوي فينا كذي؟ كل هذا عشان احبك؟ ليش قاعد تعذبني؟ هلا ابو فيصل، حياك حياك. ابو فيصل عسى ما شاء الله، ايش فيك؟ ما انت طبيعي. شغله استاذ سليمان، البيت بيتك، تفضل. شكرا. مع اني انا وايد زعلانه منك، يعني ما جيتني الا لما عرفت اني انا مريضه. لا بس انت ابتهاج، مو قادره. شو اللي قاعد اشوفه؟ بعدك للحين ما شفت شيء. كمل كمل للنهايه. يعني متى تفهم اني انا مريضه؟ شوف وايد كملة حجرة. شلون انت لهذا وليش؟ شوف ليش وشلون ولماذا وطالما حد مو موضوع له.
موضوعنا يا حضرة رجل الأعمال الكبير هذا السيدي اللي شغلت عليه. هذا السيدي يحتوي على مشهد كامل رائع بينك وبين سكرتيرتك السابقة ابتهاج، بداية من دخولك شقتها إلى خروجك من شقتها مدتها ساعتين. علشان كذي أنا أعطتك إياها عشان تشوف على راحتك تمزمز فيه. ويا سبحان الله أخاف إنه ما ينفتح معاك، ترى عندي نسخة ثانية وثالثة إذا حبيت. يعني أنت كنت مدبر كل هذا مع ابتهاج؟ يعني ممكن يكون كلامك صح. هذا ايش اللي بتستفيده من وراء الممسك هذا؟ انا سويت لك تشتبي من كل هذا؟ اشتبي مني ابي حقي، حقي اللي سلبته مني من سنين. ايش قاعد تقول؟ اي حق اللي تكلم عنه؟ اشتب ازر سنين طويله، حن سنين طويلة كلها بسبتك أنت، بسبتك أنت خذيت بنت خالتي اللي عمري ما حبيت غيرها، خذيتها وكسرت قلبي وقوقشت على الشركة وعشت في الأنس هذا كله. يكون ببالك، يكون بعلمك إن هالشركة والأنس اللي أنت فيه هذا مو من حقك لي. أنا أولى منكم كلكم فيه. أنا ماني مصدق، أنا مصدق اللي قاعد أسمعه. معقولة كل هالحقد بقلبك طول هالسنين؟ تكلم يا غازي، قول إيش تبي مني مقابل هالفضيحة اللي بلشني فيها؟ إيش تبي؟